أما أسواق ولاية أضرار فتشهد هذه الأيام ندرة حادة في مادة الحليب على مستوى نقاط البيع ومختلف المحلات التجارية، وامتعاض واستياء شديدين في أوساط المواطنين أيام قبل حلول شهر الكريم. يمين بالعلمي أرسل التصريحات التالية. عندنا مشكلة في مادة الحليب ولا وماذا بنا زعما دوك داخلين على شهر رمضان وماذا بنا زعما يشوفوا لنا زعما حل وتكفينا على هذه مادة الحليب هذه. عندنا أربع أيام راه قاطع الحليب، قالوا لك البرودوي ما كانش، برودوي تاع الحليب انقطاع زعما، وزين واحد في الولاية ما يكفيش، لازم يكون موفر الحليب. نظرة الحليب هذه مانيش عارف علاه الأسباب تاع الحليب في أضرار هذه، دائما المشكل هذا دائما 10 أيام و15 يوم